خلينا ياكم الله يديمك فوق راسنا يا سيدي، ان شاء الله ما بنحترمك. سيدي سقف المحرز عم يتلف وعم يزعلنا اواعينا، بقى بده شويه معجنه ودهان الله يخلينا ياك يا سيدي. تضرب انت والمحرز بعد من وشي، هلا وقت المحرز تبعك. امرك سيدي امرك، دخيلك لا تواخذني، والله مو بقصدي. انتي ليش ما بتسمعي الكلام؟ مدام صدقيني حطيت لك كل فنجان قهوه معلقه بن مثل ما وصيتيني. لا وانتي صادقه حاطه معلقتين بن. وصلت ونزلت بفنادقة بمستودع. خدي كاسة المي معي. امتى اجيت؟ هلا اجيت، مالك شايفتيني يعني؟ وليش مانك فاتح زمور الخطر مثل عادتك؟ الزمور عطلان وعم يقطش، ابعيد عنك. يو شو بقى؟ ليش هيك قالب خلقتك؟ لك يا انعام، انت مالك عايشة بالبلد؟ ما عم تسمعي انه في تسريحات وتنقلات على مستوى عالي كتير؟ امبلا سمعت، بس انا بعرف انه بس عم بصير تنقلات انت عم تضل بمحلها، مش شو خايف بقى؟ خايف لانه هالمرة الحديدة حامية كتير وفي روس كتير بتطير. بس انت راسك تقيل، ابن عمك حسين دعمك وما بيتركك. يا ستي حسين نفسه بجوز يطير. شو هالحكي؟ ايه مو معقول. مثل ما عم قلك. بس اللي بعرفه انه ابن خالتك ابو سندس وازن كتير وايده واصلة. صحيح ما بقلك لا، بس ابن خالتي مثل ابو الحسين ما بتعرفي له مبدأ، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. الو نعم. Put your back against the door and come forward three steps so you feel tile under your feet. لحظة. سيدي بدي لك المقدم إبراهيم. خير، شو بده المقدم إبراهيم كمان؟ الو. أهلا مقدم إبراهيم، يا أهلا وسهلا. شو هالحكي؟ عامل طوشة؟ ساحب سكيني على رفيقه؟ طيب الله يرضى عليك يا سيادة مقدم، دبرها من عندك ولفلف لي الموضوع. لا يعني بس شو بدهم، أنا جاهز. وعمل جهدك تقنعهم ما يرفعوا دعوة. وين الولد هلا؟ هرا؟ ماشي الحال ماشي الحال. هو يا ريتك ماسكه وحبسه عندك كان أفضل. سيدي ألف شكر. لا 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 ولا يهمك، بس بصراحة ما بعرف شو صاير لهالولد، يعني ليش هيك طالع مشراني ما بعرف. شكرا لك، شكرا لك يا سيدي، مع السلامة. الله معك، مع السلامة. لسه هالولد بده يجيب لي آخرتي. وشيرين كمان عاملة مشكلة اليوم بالفحص. خير بقى، شو عاملة؟ نقلة بالفحص وعلقانة مع المراقبة ومع المديرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هلأ وقتهم لك تفهميهم يا أنعام، فهميهم أنه أبوهم على كف عفريت وبجوز يطير بين اللحظة والتانية، بقى مين بده يحميهم وقتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على المسار جاهز مدام؟ شو ناجي؟ ما بدك تتغدى؟ ومنين بدها تجيني القابلية؟ تغدي أنت، مالي نفس منو؟ روحي روحي ضبي الغداء. بيني وبينك يا ناجي الحديدة حامية تمام، بس أنا دبرت حالي ومشي الحال. لكن يا عمي أنت وراك عمك أبو شريف وما حدا قدك. وأنت كمان مالك منطاعة قليلة، أنت وراك ابن عمك حسين. صحيح، بس خايف يطير قبلي هيك قلك، لأنه هيك عم بسمع. يا سيدي ما بيخاف عليك، بيت السبع ما بيخلى من العظام. ما بعرف يا يوسف، ما بعرف بصراحة، هالمرة نازني قلبي. على طول بتحكي هيك وبالأخير بتطلع مبسمر بالكرسي. عفوا استاذ، شو بتحبوا تغدوا؟ ولك ما اجيت قبل شوي وسالتنا وقلنا لك بعدين؟ العمى بقلبك شو ما بتفهم؟ روح من هون هلا، روح قبل ما ازعلك مساك. عفوا سيدي انا اسف. ايه روح اللي عمل وشي، اسف. لا يا ابو وسيم، ليش هيك سويت؟ هي قطع عمره وعمر عمره، ما شفته شلون عجزنا وهو رايح جاي؟ يا ابو وسيم انت لازم تحفظ خط الرجعه،
بركي بكره عفونا من مناصبنا، شو بده يكون موقفك قدام هالقرصون اللي بهدلته؟ اكيد راح يحقد عليك وما بتعرف شو ممكن يساوي. لذلك يا ابو وسيم لازم من هلا ورايح تعامل الناس بلطف وتكسبهم، لانه الاسى ما بينتسى يا ابو وسيم، وانت سيد العارفين. لا وخاصة انت هلا على كف عفريت. صباح الخير ابو عساف. صباح الخيرات سيدنا، الله يخلي لنا ياك، الله يديمك فوق راسنا ان شاء الله. ربي ما بنحترمك يا سيدي. كيف العيلة؟ كيف الاولاد؟ العيلة سيدي بدعوا بسلامتك، عم يفزوا بالليل ويصلوا ويدعوا لك ان شاء الله. ربي بصير عندك طيارة هليكوبتر يا رب. الله يسلمك. الله يخليك. اللي يا ابو عساف لازمك شيء؟ بدك شيء؟ لا سيدي ما لازمني شيء، بس سيدي مشان سقف المحرس شو بدنا نساوي؟ لك بعدين بعدين. تضرب انت والمحرس، بجوز طير انا وياه. روح روح. صباح خير يا شباب. صباح النور. شلون الصحة؟ شلون أخباركم؟ صباح الخير. أهلين معلم. أهلين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. الله يعافيك. شو وسط معلمنا اليوم؟ هالبوزي ابتسامات وسلامات. ماله بالعادة؟ واحد من هالبوزي. شالوا يا شباب. 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 شو هاد؟ شو هاد؟ أهلين سيدنا. أهلين وسهلين. ليش انت عم تصرخ بالناس؟ لأنه سيدي عم يعملوا فوضى. طبعا هذا حقهم الطبيعي. أنت لو كنت منظم الدور ما كان صار هيك أبدا، بس أنت أصلا بدك تصير هالفوضى مشان تستفيد، صح ولا لا؟ مزبوط سيدي مزبوط. إلي قال لي أعطيني 100 ليرة أنا فوت لك معاملتك أول وحدة، بس أنا ما رضيت. سمعان؟ مخصوم منك 10 أيام. بس هذا كذاب يا سيدي. إيه سكوت سكوت. المواطن دائما على حق. هاتوا طبيبكم لشوف. هاتوا. شكرا استاذ. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. كثر خيركم سيدنا. الله معك. ايمتى نرجع ناخذ بعد بكره؟ شكرا استاذ. الله معك. الله يطول عمرك. بعد بكره. مع السلامه. مع السلامه. عفوا سيدنا. اسع عليك اسع عليك. روح سكر الباب وراي. ايوه اهلي. صباح الخير ابن العم. كيف صحتك؟ كيف العيله؟ كيف الاولاد؟ الله يخلي لي اياك. طمني شو الاخبار؟ شو الحكي؟ الاخبار ما بتطمن؟ طيب تسلم لي عينك ابن العم، انا عم بسمع من هون وهون انه بدي طير، بقى ممكن انك تساعدني بهالمساله؟ شو عم تحكي انت ابن العم؟ معقول كون انا وياك بالمقلايه سوا؟ اعوذ بالله. يعني ممكن تطير قبلي انت الثاني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شكرا، مع السلامة، الله معك. لك ورصاص يخلع رقبتك خلع. انت ما في بمخك غير دهان المحرس وتصليح السقف؟ العمى شو مخك فاضي وعيشك راضي؟ فوت فوت. هلا اجيت، يا دوبني وصلت. اتصل جوز بنت خالتي ابو فرحان، قال بده يسالك شو صار مشان عسكرية ابنه. قلي له ما عاد يطلع بايده. واتصلت جارتنا ام احمد، قال بدها تسالك شو صار مشان المسابقة اللي وعدتها فيها هداك اليوم. قلي له لسه ما اعلناها.
واتصل ابو سمير جوزها لدعد، قال بيقول لك البضاعه تبعه رح تصل على المطار بعد بكره وبده منك. ولك يا انعام يا انعام فهميني شوي بس، يعني كانك مالك عرفاني شو صاير. ولك جوزك بده يطير، بده يطير. ما عم تفهمي عربي انت؟ ما عم تسمعي اخبار؟ بقى شلون بده يخدم الناس؟ افهمي علي مشان النبي. طول بالك ناجي ولا يهمك، المهم هلا مشان ابنك وسيم. شو بقول الاخ كمان؟ كمشت الشرطة على طريق المطار عم يسوق السيارة بسرعة 150 كيلومتر. لك هدول ولادك شو صاير لون؟ لك شو صاير لون؟ امتى بدهم يزوقوا على دمهم بقى؟ يعني ما بعرف شو بدهم يساووا إذا قلعوني. لك آخ آخ يا أنعام. لا تخاف ناجي ما رح يقلعوك، أصلا ما بيقدروا يستغنوا عنك. هو الله يسمع منك، بس بصراحة قلبي ماله مطمن منوب. الو الو، بمين عم تتصل؟ بابن عمي حسين. صار 100 مره متصل فيه اليوم، حاجه بقى مو حلوه. ما حدا عم يرد لا بالبيت ولا بالمزرعه ولا بالفيلا ولا بالشاليه ولا بالمكتب. مسافر يعني؟ ولك شو مسافر، اليوم الظهر كنت عنده بالمكتب، بعدين شلون بده يسافر بهالظروف؟ نام هلا، نام والصباح رباح. قال نام قال، وشلون بدي نام وانا مثل فرخ السمك بالمقلايه؟ قالوا نعم. شو الحكي؟ امتى طلعت التعيينات الجديدة؟ يعني ما لي اسم؟ بسيطة. شو الحكي بالله عم تحكي جد؟ كمان طار؟ لا 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 ولا يهمك، أنا كنت فايق. شكرا، الله معك، مع السلامة. يلا لا يسلم فيك ولا عظمة، لعم على الأخبار البشعة. أكيد هذا شمتان فيني. خير شو في؟ شو في؟ جوزك طار يا أنعام، جوزك طار. شو يعني؟ يعني صرنا مواطنين عاديين وصار لازم نوقف على الدور ونركب تكاسي وبدنا واسطة حتى نمرق شغلنا. شو هالحكي؟ الله لا يقدر. يا ستي قدر وخلاص. وابن عمك حسين؟ كمان التاني طار. هلا صحيح قلعوك من الوظيفة؟ قلعوني؟ ولك تضرب انت وهالملافز، ولك قول عفوني، قول ريحوني مؤقتا، قول أقالوني مو قلعوني. عفوا بابا عفوا، ما فهمت قصدي، يعني انه انت هلا ما عدت مسؤول ما هيك؟ لكن بلا انا مسؤول، سواء كنت بالوظيفة او برات الوظيفة، ضل مسؤول انا. بابا انا صرت خايف اطلع من البيت هلا. طبعا قد ما لك عامل مشاكل انت. بابا وانا كمان بكره ما فيني اروح على المدرسه لاني متخانقه مع المعلمات والطالبات وحتى المديره كمان. ولك تضرب منك الها، لك يعني انا ناقصني هموم ومشاكل حتى اكل همكم؟ وينك هلا بتاخد اختك وبتروح على المزرعه فورا، بتهربوا من الوشكة من نهار، فهمت شو عمل لك؟ حاضر بابا حاضر. يلا من هون. تفضلي معي. شمتان يا ابن الكلب؟ انا بفرجيك لك اخ، بس لو طلع رقمك على الكاشف. او رصاصي رصك رص، شو قليل حياة. ان شاء الله رح تسكت، قوم اتحرك، قوم اسعى ودبر حالك. فعلا لازم لازم دبر شي منصب، لازم. انا خدمتهم كتير وبصراحة ما بقدر اعيش برا منصب منوب، بس إذا ابن عمي طار فمو معنات هالشيء إني إيأس، لأنه ابن خالتي أبو سندوس لساته بالسلطة وبيطلع بإيده كل شيء. والله أنا قتلي راسي من التزميل، شباك أستاذ.
شو استاذ؟ نضب اغراضنا ونمشي؟ لك شو تضب اغراضك وتمشي؟ يضبك عزرائيل ان شاء الله، انا لساتني مسؤول هون، فهمان؟ يعني عفوا منك استاذ، سمعنا انه سرحوك. سد بوسك، انا اللي قدمت استقالتي مو هن سرحوني، انت بتضل هون وراح اجيب لك امر بهالشيء، سمعان؟ امرك مثل ما بدك. ايه؟ اعلم ان الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فاصبر فكلاهما زائل. واكيد سمعت يا ابن خالتي بمأساتي وكيف غدروا فيه. طبعا سمعت، وصدقني نزلت من كل قلبي. يعني معقول يرموني هيك بعد كل هالخدمات اللي قدمت لهم اياها؟ معك حق، والله العظيم معك حق. يعني المفروض بعد كل الخدمات اللي خدمتهم اياها لازم يرفعوك مو سرحوك؟ دخيلك يا ابو سندس دبرني، لاني بالحقيقه مالي غيرك، وانا بطق بلا منصب، بجن بلا مسؤوليه، هيك تعودت. بس انت بتعرف تماما انه مستحيل ترجع لوظيفتك. بعرف والله بعرف، بس يعني اذا بتدبروني بشي منصب تاني كون ممنونك. على عيني تكرم، بس يعني يمكن يكون اقل مرتبه شوي، معلش. شو عليه يا سيدي، شو عليه، ماشي الحال. طيب شو رايك بمنصب رئيس بلديه؟ رئيس بلديه ماشي الحال. كم سياره رح يكون عندي؟ اولا رح يكون عندنا سيارتي بس وبيك اب. يا حبيبي بدك تركبني بالبيك اب مثل الخواريف؟ اتحمدي ربك يلي وصلنا لهون، ابن عمي حسين ما خلوا عنده ولا سياره. ويا ترى في سفر لبرا ولا ما في؟ في سفرة للبنان، سفرة للأردن، ومؤتمر بعمان. يعني ما في رحلات على أوروبا وعلى أمريكا مثل الأول؟ لا والله ما في للأسف، ما في. والمحرس؟ اطمني، خلونا يا. لا منيح، ماشي الحال، أحسن من بلا. وإمتى بقى بدهم يسلموك هذا المنصب الجديد؟ وعدني أبو سندوس إني استلمه بعد أسبوع، وبتعرفي أبو سندوس لما بيحكي. شو القصة يا أبو سندوس؟ يعني لحد هلأ مضى شهر كامل ولسه ما استلمت المنصب؟ الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول لك يا ابن خالتي، المنصب يعني طار، أخذ واحد أتقل مني بكتير، قال بده إياه لواحد قرايبه يعني هيك كم شهر لبين ما يلاقي له باسة لبرات البلد. طيب وأنا شو بدي ساوي؟ فهمني يا ابن خالتي فهمني، أنا ما بقدر أقعد بلا مسؤولية وبلا منصب منوب، بتعقد يا أبو سندوس. ماشي الحال ماشي الحال، ولا يهمك، خلص في عندي منصب بس أقل ما قلت لك عنه المرة الماضية، بيمشي حاله معك؟ شو هو؟ يا سيدي من عينك المدير العام لجمعيات تحسين الاعلاف. منيح هيك تحسين الاعلاف يا سيدي، ماشي الحال ماشي. بس شو ميزاتها الوظيفه؟ اولا راح يسلموك سياره موديل 1988 موديل السياره. يا حبيبي كملت معنا والله. وراح يعطوني 500 لتر بنزين بالشهر. بس بابا انا هدول بنهار واحد بصرفهم. لك اخراس ولا اخراس، هلا مو شاطر الا بالاعتراض. خليني اشرح لامك ميزات المنصب الجديد. دخلك هي السياره المستاجره، شو راح تساوي فيها؟ يا ستي بنسلمها لاصحابها وصلى الله وبارك. يا حبيبي يعني راح نضل على سياره وحده؟ ما راح يعطوك سياره ثانيه؟ راح يعطوني تراكتور وبراء تريلا. حلو والله، مو ناقص غير اطلع بتراكتور. وراح يبعتوني باذنها سفر على المحافظات. يعني ما في سفر لبرا؟ لا والله ما في. بابا انا ما عدت اروح على الجامعه. ولا انا كمان بابا، يعني شلون بدي اهرب من نظرات رفقاتي انا؟ ولك خرسوا انتوا اثنين وبلا لعي، احمدوا ربكم على هالمنصب يلي بألف يا ويلاه حتى قدرت احصل عليه. وامتى رح تستلم هذا المنصب الجديد؟ يعني بعد اسبوعين، هيك وعدني ابن خالتي ابو سندوس. شو استاذ؟ شو صار معكم مشاني؟ ولك ما جبت لك كتاب من ابو سندوس مشان تضل عندي لما بدي استلم المنصب الجديد؟ وما استلمته لسه؟ لسه. شوف استاذ، باي اسبوع قدامه، اذا ما جبت لي الكتاب الجديد رح اضب اغراضي واحمل ضربتي وامشي. يا لك شو تضب اغراضك؟ ناوي تطير لي هيبتي انت؟ استنى شوي يا اخي، طول بالك. شباب ايه حبيبي، ما بعرف حقيقي ما بعرف ايش هيك حظك يا ابن خالتي، كل ما بدبر لك منصب بطير. طيب شو صار بمنصب مدير التخزين والتبريد؟ للاسف طار كمان. طار يا ابن خالتي هذا المنصب طار. وبعدين يا ابو سندوس الله يخليك، انا واختك ام وسيم والاولاد رح نجن ولا رح نجن. خلص يا ابن خالتي خلص، ولا يهمك، ازرع هالمره بدقني ولا تضوج.
صدقني ما عاد اقدر، ما عاد اقدر منوب، يعني ست اشهر واربعة ايام وانا بلا منصب او مسؤولية يا ابو سندوس، ايه وين صارت هي؟ قسما بالله جمعة زمان على هالحالة وراح تلاقي ابن خالتك يا زاتت حاله بالنهار يا رامي حاله من فوق شي مادنة، يا زاتت حاله قدام شي قاطرة ومقطورة. لهالدرجة ابن خالتي؟ واكثر، ليش مين ما بيحب المناصب والمسؤولية؟ وخاصة يلي بدوقها، بقى دبرني يا ابن خالتي، دبرني الله يرضى عليك. تذكرت من خالتي؟ تذكرت؟ فيه لك عندي منصب. شو هو؟ الحقني فيه دخيلك. يعني من خالتي هو ما له قد المقام، يعني مقامك كبير الحمد لله، بس يعني بتصوري هذا المنصب لا راح حدا ينافسك عليه ولا راح حدا يزحمك على هالمنصب. يعني هو منصب منصب؟ ايه طبعا منصب محترم، بس يعني هو حقيقة يعني أقل من المنصب السابق. يا سيدي قبلان شو مكان؟ بس شو هو؟ يا سيدي راح نعينك مختار حارة السبعة وزمتها، شو رأيك؟ السبعة وزمتها؟ وين تجي هاي؟ هون عنا بالبلد، وين بدكون يعني؟ وحارة كبيرة ومعروفة كمان. يلا لا تتردد وأنا بدي نفعك، صدقني بدي نفعك. طيب هالمنصب في سيارة؟ بالحقيقة سيارة لا، بس فيها موتوسيكل، ويعني للأسف يعني بده شوية تصليح ومثل الطيارة بصير. ماشي الحال، بس بعد إذنك ابن خالتي بدي أحط كله بقى قدام مكتبي إذا ما في مانع. يا سيدي ولا يهمك، حط يلي بدك إياه، ما عنا مشكلة. وإمتى رح استلم المنصب؟ بكرة، بكرة من الصبح فيك تستلمه، اتفقنا؟ منيح منيح، كتر خيرك. لك وبعدين يا حبيبي إمتى بده يجي المختار؟ شو هالحكي؟ شو رأيك تيجي تقعد محله؟ لك حبيبي ما بدي أقعد محله، بس بدي روح أتيسر على شغلي. ايه استنى خلاص انت التاني هدو لحتى يجي. الله العظيم على القصة. شو هالحكي؟ صار الساعة 11 وهرجع. بس حلوة ها، عطيك العافية. بعدك 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 بدر بعد. الله لا يحرمنا اياك يا سيدي، والله الاولاد عم يفزوا بالليل ويصلوا يدعوا لك ويقولوا الله يعلي مراتبك اكثر واكثر يا سيدي. شكرا شكرا يا حبيبي. مرحبا مختار. اهلين، شو فوتك على مكتبي انت؟ والله بسجل معاملة. اطلع على برا اطلع على برا يا ابو عساف. نعم سيدي. الله يرضى عليك، من هلا ورايح ما بتخلي حدا منه بيدخل لعندي قبل ما اقرا الجرايد ويشرب فنجان القهوه. امركم سيدي امركم برا برا، لا يقرا الزياده الجرايد برا. الو، ولك اضحكوا مثل ما بدكم، المهم انا مستلم منصب وقاعد على كرسي حكومي. يا حلاوة المنصب يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة. ايش يا لو انت يا ما بموتكم غير بالدور كنت ما بعصوبه. سعيد بمعيتك. شو سنة؟ شو يا حباب؟ شو القصة؟ ايه حكي؟ طبعاً إلا، ليش صافي بتتم المدخل؟ أخي أنا لا دخلني ولا خرجني، جارك أبو ياسين قال لي صفها هون أم صفيتها. أهلين أهلين سيد نبيل، لا تأخذنا جار من شان الله، اضطريت وقف السيارة بالمدخل لسهولة حملالهم، طلعت لفوق على البيت. ليش خير شو في؟ ليش كترت هالبحث والرمل؟ ليش جايبهم لهون؟ شو بدك تساوي يعني؟ يا سيدي اختك ام ياسين الله يرزقنا ويرزقك، يعني اجاها شوية مصاري ورثة من اهلها، فإنا لحن عواض ما تضيع المصاري هون وهون، فقررنا ننفض المنافع، يعني مثل ما بيقولوا المطبخ والحمام والتواليت، الله وكيلك صاروا بيقرفوا. ايه شو عليه؟ لازم، بالهنا ان شاء الله. هو قديش بتاخذ معكم وقت هالقصة؟ يعني شهر شهرين، هذا إذا الله يسر والورشات صدقت معي، وإذا لقينا البضاعة بالسوق كمان. إيه الله يوفق يا رب. سلمون عن الفنين والفنانين. أمي اشلحي يا رفوف من إيدك أحسن لي. بإيدي تقبرني.
انه انا ببرد بقوانين. انت شو جابنا لقوانين؟ نحن بتموز يعني بعز الصيف. يو شو هالحكي؟ يعني ما فات الشتاء لسا؟ لا تقول. طيب بس يجي الشتاء الليلي لانه بنسى انا. حاضر تيتا تكرمي. طب بطفي لي هالصوبيا. بطفيه تيتا بطفيه. الا كان ليش شوبت واحترقت وزخني العرق؟ طيب اشلحي الكفوف لحتى تستحمي تاكلي. ايه تيتا على عيني. بكرة بس ينزل التلج بدي البسهم لانه السنة ما لبستهم لسا. يا ناهد ويني؟ يلا ها خلصت تفضلوا. يا الله الله يعطيك العافية يا كنتي. والله ما بعتبرك إلا مثل ستي. ليش كل هالقد شايفة ماما كبيرة؟ لا تقبريني لأنه أنا بحبها مثل ستي الله يرحمها. تيتا ستك ماما تيت لساتها طيبة. يوه شوفي الملعونة ما بدها تموت قبلي. يلا أمي اسكبي اسكبي هلا. يلا بسم الله. يا لطيف يا لطيف طلطل شو هجموه؟ مين هدول اللي هجموا أمي؟ لكن شو هذا؟ هذا جارنا عم ينفض بيته وعم يصلح المنافع. عم يضربوا مدافع؟ ليش ينفض بيته؟ على علمي بيته جديد. شو بعرفني؟ هو بحب التغيير. يا ترى بده يطول بهالمقدار؟ قال بده شهرين على الأقل لأنه عامل له حفلة مرتبة. بابا والله كثير، يعني يا ريت يخصه قبل ما يبدأ فحصي بالجامعة. ليش إمتى رح يبدأ فحصك أنت؟ بعد شهر ونص. لا تاكلي هم بابا، إن شاء الله بيخلصوا قبل هالوقت. تفضلوا تفضلوا، كبي ناهي. أهلين جار فضل. لا شكرا زيارك عمرة. خير جار الموت. ما يؤمر عليك ظالم. بس أنت سيد العارفين أبو ياسين الناس بعد الغداء بتنام شوي وبتستريح ولا أنا غلطان؟ والله معك كل الحق جار، يعني وقت القيلولة مهم كتير، بس بدك تحملني شي نص ساعة. حاكم عم بخلع بلاط المطبخ بيان كم بلاطة مو محرزة أتركه لبكرة. وينك؟ فضل فضل شبرك فنجان قهوة بالترمس. لا شكرا يعطيك العافية خاطرك. مع السلامة. لا تواخذنا جار نص ساعة دخيل عيونك. ولا يهمك خذ راحتك. الله معك. لك ماما قومي ادرسي جوا، هذا بدرس قدام التلفزيون. ماما انا ما عم ادرس، عم برد ملخصات. التلفزيون ما عم يزعجني، بس اللي عم يزعجني هو الخبط من ربط بنقل راسنا. علمينا يا شوي التلفزيون. ها 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 وي عليته، ليش عم نسمع شيء؟ شو ما يقولوا؟ شو بيعرفني ليش انا فهمانة شيء؟ رشا قدومينا تأتي من اختيارها لما هو أكثر صحة وإن كان ذلك صعبا. شو نبيل شايفتك لابس من هلا؟ والله يا ناهد ما قدرت نام ولا دعيها. وبعدين معه اطلع حاكيهم قل لهم إنه في ناس بدها ترتاح. هلا بدي أطيع على طلعة ونزلة؟ يعني إذا الواحد ما في ذوق من إمتى بتخلقي له ذوق؟ وأنت وين رايح هلا؟ وين بدي أروح يعني عن مكتب؟ خلصهم يا جماعة مستعجل. الله معك. بيتي جارتنا أبو ياسين شو صار؟ ما خلص شغل بهالبيت تقبريني؟ لا ما خلص، الحمام والمطبخ بدهم شهر لحتى يخلصوا. يوب مش لو بدهم يطبخوا ويغسلوا بدهم يروحوا بحاله. أنا من يوم رايح ما عاد زورهم، لكن زركت تقبريني شو بعمل بحالي؟ ألو نعم. ألو دخيلك يا أمين الحقنا رح نغرق بالماء. خير شوفي غليتي لي قلبي. ما بعرف يمكن شي بوري ضايع عند الجيران وعم يدلف علينا. بقى تعب بسرعة الله يخليك رح يغرق البيت.
مثل المطعم؟ ليش ما قلتي لي انه اجت الشتاء وبلشت الدلفوله؟ ليكي هذا مو مطعم، هذا من عند الجيران. لكن ليش هيك عم يغرقونا بالمي؟ في عندهم بوري طائق. ما بتعرفي طابق؟ هو علينا انت الثانيه. الله وكيلك يا جار، الحق مو علي، الحق على ابو درغام. لك هذا ما بيرضى يشتغل الا بالمهد الكبير. مع العلم قلت له في بالك هون في بوري مي، ها هلا بينكسر. ما صدقني على طاخ وطيح، حتى انكسر البوري. شو بدنا نساوي؟ امر وحصل. ما اختلفنا يا اخي، بس كنتوا قطعوا المي حتى ما تزرزق علينا. ولا يهمك جار، المي اللي عم تزرب لعندك هي مية خزان، والخزان قرب يفضى. يعني اطمن، لا يكن لك فكري. شو الحكي؟ طمنتني والله، كتر خيرك. شوف اخي كبير، اي غرض بيتعطل عندك انا مستعد ادفع لك حقه. ها ولا يهمك، ماني مستعد تزعل مني ولا شوي. انبسطت اخي نبيل. ماشي الحال سيدي، السلام عليكم. الله معك، مع السلامه اخي نبيل، مع السلامه. شو عم تشتغل كاكا؟ عم ساوي قلشي نرجليه، بخاف يهجم البرد على غفلي، لانه لما بيهاجم البرد الانسان بتقفي من رجليه. لا تخافي بكير على الشتاء. ايه بس يجي قليلي وتخليني بخبر كام. يو شو هاد؟ هجموا؟ لا تخافي امي، لا تخافي، هدول الجيران عم يقصوا رخام. عم يمصوا رخام؟ لا امي لا، هدول العمال عم ينشروا رخام بالصواريخ. نشروا الصواريخ؟ لا تيتي، بابا عم يقول لك انه عم ينشروا الرخام بالصاروخ. وين زتوا للصاروخ؟ إيه الله يهدن إلهي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي هذا اسمه منشار حجر، عم يقصوا الحجر، يعني اسمه صاروخ، الآلة اسمها صاروخ. وليش عم يقصوا الحجر؟ شو بالظاهر بدهم يفطوا بيتهم؟ بابا لقيته بدنا نضل ساكتين، ما بيصير هيك. الله يخليك لإلك شي حل. الله وكيلك ما قدرت أدرس كلمة واحدة اليوم، وبكرة عندي امتحان. العمى بقلبه العمى، صارت الساعة 10، لإمتى بدهم يضلوا عم يشتغلوا؟ ما سمعتك من صوت الصاروخ. ولك يا أبو ياسين، يا أبو ياسين، صارت الساعة 10 والناس بدها تنام يا أخي. من هلا بدكم تناموا؟ لسه الدنيا بكير، الجاج ما بينام الساعة 10. بعدين ناموا أخي ناموا، مين راشش على عيونكم في الفول؟ ولك يا أخي، المفروض توقفوا الشغل أنتوا عند العصر عند المغرب، مو تضلوا تشتغلوا لأنصاف الليالي. الله يسامحك يا جار، هيك بسنتين ما بخلص شغل، يعني أنا عم بشتغل ليل نهار وما عم بلحي، بدك ياني وقف العصر. الله يسامحك على الاقتراح يا سيد نبيل. وشو بدنا نعمل بهالبنت يلي عندها فحص بكرة أبو ياسين؟ بدك تدعي لها وتقول الله يوفقها ويفتح على بصيرتها وينجحها بتفوق. أخي بالمختصر، وقفوا لنا صوت الخبط والطرق وصوت الصاروخ إذا بتريد. على عيني وراسي، بس بدك تطول بالك علي ساعة زمان بس. ما لحقنا ننام خمس ساعات. بسيطة. صباح النور. صباح النور. مال هون بيجي؟ مين المسؤول هون؟ أنا شو بدك؟ ولك يا أخي، معقول تبلشوا بالخبط والطرق والسفق والنشر من على بكرة الله وتفيقوا العالم؟ أخي مشان الله، الله يرضى عليك، لا تعطي معي كثير. هلا كون الجيران من الصبح لسه واحد طالع وواحد نازل. أخي أنا أخذ الشغل أبو ياسين مقاطعة، يعني إذا بدي أشتغل على كيفك كيف الجيران الفزلكين اللي مثل حكايتك، أنا بنخرب بيتي وما بخلص شغل بشهر. بقى الله يرضى عليك، حل عني. بس انا اللي بعرفه انه القانون حدد اوقات للشغل ولازم تلتزموا فيها، مو فضل مساله يا اخي. واذا ما التزمنا؟ والله وقتها مضطر اقدم شكوى للشرطه.
شو هالحكي؟ رعبتني والله، خوفتني، كركبتني. اخي مشان الله قدم شكوى للشرطه، ايدي بزنارك تقدمها للشكوى. يعطيك العافية يا أمين. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. مرحبا. شرفت. الحقيقة أنا بدهن بيتي وحابب تساعدوني بهالموضوع. إيه تكرم عينا. الله يخضل تفرق. شو اللوحات هاي؟ هاي بيقولوا لها دهانات ديكورية. أيوة أيوة. كم غرفة بيتكم؟ 4 غرف. شو بتريد نوعية الدهان؟ والله أنا بفضل ينشف بسرعة لأنه الجيران قرعوني هم يعملوا لي عجل عجل عجل. بتحبوا مت ولا لبنية؟ ليش شو في عنكم أنتم؟ عنا الاثنين. والله أنا بفضله مت. إيه مو تكرم عينا؟ الله يخليك. يعني شلون بتحب الألوان؟ ما في عنكم مصادر؟ بلا تفضل. يا ريت. يا سلام. هذا الحقيقة أنا بحب الألوان هذا وبدي أعمل كل غرفة لون. ما عنا مشكلة أستاذ، أنت نقي اللون ونحن منطبق لك على الكمبيوتر، وإذا بتريد عنا مهندسين استشاريين للدهان. مرحبا. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين أستاذ. أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا أهلا. بدي علبة دهان سماوي الله يرضى عليك. إيه تكرم عينا. تفضل شوف الألوان. ها الأستاذ نبيل. أهلا وسهلا. يا أبو ياسين. يا أبو ياسين مشان الله فهمني، بوس إيدك. أنت أنتوا بدكم تخلصوا خبطوا سفق فوقنا، الله وكيلك هر الدهان بأوضة القعدة من كتر ما خبطتوا فوقه. لا والبنت سقطت بالجامعة وأنا والمرأة ما عم نقدر ننام أو نستريح لا ليل ولا نهار. الوالدة كانت تسمع شوي، هلأ ما عم تسمع منوب، وكل ما سمعت خبط بتقول هجموا وصلوا بلش القصف الحرب قامت. معك حق جار، بس الشغلة صارت بنهايتها. أكيد. ما لك شايفني عم بشتري الدهان؟ كم يوم بدك يعني؟ شغلة 20 يوم. لك من شهر انت قلت لي بعطمه لسانك اصبر علي شهر. مزبوط. بس اختك ام ياسين قالت لي طالما الشغله صايره وصايره والحفر والتكسير شغال ليش ما منركب شوفاج؟ قلت لها ايه والله. وانت قلت يا ام ياسين شو الحكي؟ بالله العظيم. ايه والله. هلا بدكم تحفروا من شان الشوفاج؟ لك لا، حفرنا وخلصنا عوفت المساله. حفرتوا؟ وينك يا اخي؟ مثل ما اتفقنا اخي انا بحب الالوان الهادية. الله يرضى عليك. وغني طبيعيا بالعنصر الفيتاميني الفتي. يا سيدي اليوم العصر لطلع اخر عامل من بيت ابو ياسين، قمنا ليفنا الحيطان وشطفنا الدرج. يا مين اللي انفلاش؟ تيتي ما حدا انفلاش. ماما عم تقول شطفنا الدرج. شو يا شطفنا الدرج؟ جيرانا بيت ابو ياسين خلص اليوم بس بيت. شو بيتهم؟ ما في شيء تيتي ما في شيء. ليش عم ينطوا بيتهم؟ ايه جار شو رايك بالمسطرة؟ هذا اللون احلى ولا اللون الاولاني؟ والله اللونين حلوين موفقين فيهم، طبعا شغله تابعه لكم بس حلوين. يا سيدي بقينا يومين بنفلي هالدمه خلصنا. ان شاء الله يا سيدي. الف مبروك. على راسي. نراك بخير. اهلا يا جار. الله معك. مع السلامه. خليك على اللون الاول حبيبي. حاضر. صباح خير. صباح النور. بتصدقي اني من 6 أشهر ما نمت مرتاح مثل هالنومه؟ الحمد لله. وين بتحب تشرب القهوه؟ والله بفضل نشربها على البلكون. على عيني وراسي. تسلمي يا حبيبتي. العمى ما كنا نخلص طرق وسفق كمان. العمى على القصه. شو هادي هاك؟ اهلين جو. صباح الخير. صباح الخيرات. على حساب انتم خلصتوا شغل بالشقه مو هيك قلت لي؟ ايه والله مزبوط خلصنا تمام، ما بقيان عندي غير دهان الباب. تفضل. شو تفضل ما تفضل؟ من وين جاي هالطرق والسفر؟ سلامة سمعك استاذ نبيل. الطرق والخبط من شقة جارك ابو مالك اللي تحتها. شو هالحكي؟ الك خاطرك جار. الله معك. مع السلامة.
مرحبا جار. اهلا وسهلا جار، تفضل تفضل. لا شكرا حبيبي، صوت التخبيط والتكسير من عندكم؟ اي والله من عندنا جار. فوتي انت، انا بحكي مع الزلمه. اي والله من عندنا جار. ليش؟ خير، شو بدكم تساووا ان شاء الله جار؟ والله بدنا نضم البلكون للصالون الجواني، وبدنا نهد الحيط اللي بين الموزع واوضه العاده، وبدنا نعمل خزانه بالحيط. ايوه، وكم شهر ان شاء الله بدكم لتخلصوا؟ يعني بدك تقول شي 4 اشهر بالكثير. عم اقول لك فوتي لجوا، انا بحكي مع الزلمه. يعني شي 4 اشهر بالكثير جار. يا سيدي ان شاء الله بالهنا، بس اذا بتريدوا لا تخلوا الورشات تتاخر بالشغل، واذا ما بتشتغلوا يوم الجمعه منكون ممنونينكم. ولو على عيني جار. إيه الله اوصل الجار لسابع دار. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير حبيبي، ان شاء الله بينعاد عليك بالصحة والسلامة، وانت فوق راسنا يا رب. كل عام وانت بخير بابا. وانت بخير حبيبتي، الله يرضى عليكي، الله يحفظك حبيبتي. كل عام وانت بخير يا عمري. لبيك لا وانت بخير تقبريني. يا شو هذا؟ حتى بده يهجموا؟ يهجموا تيتي. لكن شو هذا اللي عم تسمعوه؟ ليكون ما سبتوه. سبتوه أمي، سبتوه، سبتوه من امبارحة. لكن ليش عم يضربوا مدافع من الصبح؟ تيتي مو مدافع، هذا تخبيط عند الجيران. تشفيط عند الجيران؟ قولك يا أخي، يا حبيبي، يا روحي، افهم علي بشان الله. يعني معقول تشتغلوا بالعيد كمان؟ فهمنا، اشتغلتوا ليل نهار ما حكينا شيء، بايام الجمعة بلعناها، بس بالعيد كمان؟ ايه والله طخنت كثير، طخنت. ولك يا اخي شو بدنا نساوي؟ يعني نحن كمان ما عارفين كيف بدنا نخلص بقى. ولك يا اختي الدنيا عيد، عيد وبدنا نستقبل ضيوف، بقى بتلاقوها حلوة، يقعدوا عنا والخبط شغال فوق راسهم. يا معلش جار، لا تواخذنا، يعني كمان بدكم تتحملونا شوي. إيه لا تأخذيني، صرنا سنة عم نتحملكم يا أم مالك، وعلى اليوم منخلص وبكرة منخلص، وما كنتوا تخلصوا، بقى ليش ما بتأجلوا الشغل لبعد العيد؟ آسفين يا جار، والله ما منقدر، لأنه هذا الحداد اللي عم يشتغل عنا جوا بده يسافر بعد العيد مباشرة على العمرة، وما راح يرجع إلا لبعد شهر. سيدي الله يتعامل كل مشتهي، بس ليش ما بتجيبوا غيره أنتو؟ يا ريت، بس هذا قرايبنا وشاطر كتير. وين رايح جار؟ ما ضيقنا بضيافه العيد، عاملين قراص محمود سهل سهل، لا تغلط طبيعك وراهم، بس يوم من هرم ان شاء الله. ايه ماما لونا لا تخافي حبيبتي، جيبي الاولاد وتعي. لا لا اطمني ليكن لك فكره، ما عاد يوقع شي فوق راسهم، ولا عاد يطبسوا بالتراب الابيض مثل هذيك الزياره، لانه جارنا ابو نادر خلص شغل البيت من 3 ايام. ايه تقبريني، ايه يلا عم بستناك. الله معي. شو شايفتك مبكر اليوم؟ بتعرفي يا نائم اني ما قدرت نام منيح، يمكن لاني تعودت على صوت السفق والرقع والتكسير، ولما راحت هذه الاصوات قلقت. احمد ربك انه صرنا 3 ايام مرتاحين. بس اطمني يا ناهد، من هلا ورايح ما عاد يزعجنا شي حبيبتي، لانه ما ضلت شقة فوقنا او حوالينا وما انتفضت نفض. الله يرحمك يا امي، شو اشتهيتك تشوفي هالنهار. الله يرحمها يا ناهد، وصتني وهي عم تتوفى وقالت لي يا ابني الله يرضى عليك ادفني بشي قرني هادية، مليت من الضجة والخبط، مليت. لا والمسكينة كانت كل ما تسمع خبطة تقلي شو هجموا هجموا يا ترى. يعني حرام لو عاشت لك كم نهار مستريحة حتى تستمتع معنا بهالهدوء الرباني. خي بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالأصوات؟ والله العظيم ما بعرف، مو من هون قولا واحدا ولا من هون. ولا من هون نهوتي، مو من هون أبداً.
واحدا ما في ذلك شك. انتظريني. يعطيكم العافية. عم هنول يعطيكم العافية. معلم طمر معلم. مين المسؤول هون؟ نعم يا أخ. أمر أنا المسؤول. بقدر أعرف شو عم تشتغلوا بالأبو وليش نافضين المطبخ؟ بقدر أعرف الأول مين حضرتك؟ أنا المنحوس اللي ساكن فوقكم. ها هلأ فهمت، يعني حضرتك جارنا. إذا هيك بحقلك تسأل شو عم نشتغل. أصبح شو عم تساووا؟ عم نشتغل كفتيريا صغيرة. كميل يا صغيرة؟ ما فهمت. يعني مطعم صغير ورح نسميه مطعم النحلة بقى، شو رأيك؟ إلي هيك حالي لازم تاخدوا إذن الجيران. نعم نعم ما سمعتك، شو قلت؟ هيك القانون بيقول. عمي أنت رجال كبير ومقدر وما بدي ابتلي فيك، يسر على بيتك. القانون قال. امشوا شباب. بدك تبتلي فيني؟ يخرب بيتك ما أوقعك، والله لو فيني القوة لابتليت فيك. لعنا شو الناس هي؟ أهلين وسهلين بلونا. يا أهلا وسهلا ومرحبا. مرني. ما يأمر عليك ظالم، بس صار معك شي يا ترى؟ والله يا أستاذ نبيل ما صار معي شي، وأنا كنت عم بحاول رغب زبايني بهالشقة هي، وعم يعرفوا إنه الشقة فوق مطعم النحلة عم يهربوا، ليش ما بعرف؟ آخ من هالعمر آخ، وأنا وين بدي أهرب؟ قالوا رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، يا حسرة. تبكيني يا نانسي عجرم. بفهم انا بالانوثه لاني مخضرم. نانسي نانسي نفوتي ساوي لك قهوه. نعم قهوه قهوه ساوي لك قهوه. لك نحن خرجنا نروح على الربوه. لك مو على الربوه ساوي لك قهوه. ايه فهمت عليكي، ساوي اللي بدك اياه، املي زهورك. لتقوم افتح الباب، ليش ما عم ترد على الباب؟ عم يرن؟ الباب الباب افتح الباب. يعني عم يرن؟ ايه عم يرن. قوم شوف مين. يلا مرحبا جار. انا حمار. شبك عم سلم عليك، عم قلك مرحبا جار. اهلين شو بدك انت كمان؟ ليش ما قلت لي انك بدك تبيع الشقة؟ انا ما عم بترقى الشقة. الشقة مو بدك تبيعها، ليش ما قلت لي انك بدك تبيعها؟ ليش بدك تشتريها انت؟ ايه بشتريها. انت بدك تشتريها؟ ايه. شو بتساوي فيها انت؟ معلومك بالمطعم عندي برنامج فني صغير. عندك جني صغير؟ بالمطعم عندي برنامج فني صغير. برنامج فني صغير. عندك دب صغير؟ برنامج فني صغير، موسيقيين يعني. ايه ايه هدول الموسيقيين. شو هو؟ بدهم شقة يناموا فيها، بدي شو؟ بدك تنيم الموسيقيين عندي؟ لك مو عندي. أنا ما بنيم لا موسيقيين لا دربكاتية، نهودة نهودة. شو بدك تنيم؟ بعد ما اشتري الشقة مني. بلا شقة بلا صعة، روح شو بدك يا زلمة فاضيين؟ أنا ما بنيم موسيقيين حبيبي. أنت ما بدك تبيع الشقة. لا حبيبي لا لا. أنا ما بنيم موسيقيين حبيبي، أنا لله وللرسول ما حدث أبداً أنا أتدخل بهالشغلات منو، أنا ما بدي موسيقيين، إنهم عندي هدول الثانيين، تعال